شيء الفيلم رومانسي كوميدي لايت كوميدي، فيلم اختارني، حبيت انه فوت هالتجربة هيدي بموضوع الكوميديا، وخصوصا الكوميديا بمصر يعني هن ملوك فيها. كان بيشرفني انه فوت بهيدي المنافسة. وبالنسبة للتقنيات، ما في تقنيات كتير الفيلم، التقنيات اللي معتمدها أنا مثل أي فيلم ممكن ينصنع بالعالم العربي، بس بزوايا مختلفة، يمكن بأسلوبي أنا وبطريقتي أنا وبعيني أنا. هل يسرق وهج السينما سعيد الماروك من وهج الفيديو كليب؟ أنا ماني شايف إنه في سرقة أساساً بين هان وهون، يعني أنا ملك اثنين، أنا مخرج بالأول وبالأخير، بعمل سينما بعمل كليب، أنا مخرج، أنا عم بوقع هون وعم بوقع هون. بعد انتهاء من هذا الفيلم في فيلم تاني عم بيلوح بالأفق لسعيد الماروق، خبرنا أكثر شوي عنه. هذا الفيلم التاني هو شوي جامد مبدئياً، رح يكون شوي، لأنه بالنسبة للظروف العالم العربي رح يتأخر شوي، هلا مش عارفين شو، نحن بحالة تأمل. بنتمنى انه الظروف العربية كلها تتحسن، وان شاء الله نقدر نعمل اكثر من فيلم ومئات الافلام. مبروك سعيد الماروق. كلمة اخيرة لميوزك نيشن. الله يبارك فيك. بدي اقول ثانك يو للميوزك نيشن اللي عم بتتابع، اللي عم بتحط الاخبار اب تو ديت يوم بعد يوم. بحب تابعها انا، بشوفها كل يوم، فثانك يو لكم ولمجهودكم. كثير لك حبيبي. مثل ما قلت هيدا ثالث فيلم، وهلا عم بحضر فيلم جديد الرابع مع ميلودي. مع ميلودي القصة كتير حلوة، واتس لايت كوميدي، دوري بكون مذيعة لبنانية وهو بحبها، وهي هيك غنوجة ودلوعة وبتجوزها عرفة، وهو بكون من الناس الشباب يلي بتتجوز كتير وعدة مرات. بقى ان شاء الله الناس انه they will like it. بعتقد بهالظروف هيدا كل الناس حتحب تحضر فيلم كوميدي. يعني وفيك الى جانب احمد عز بالبطوله بهيدا الفيلم، قديش بتقدم لك حظوظ نحو السينما المصريه ونحو السينما العالميه ايضا؟ حلو، بس انه انا ما بقلل من مستوى رامز جلال ومن محمد رجب كمان، لانه هن نجوم بمصر وبالوطن العربي. مشاريع لمت على صعيد دراما، اكان سينما اما تلفزيون؟ عندي مسلسلين بمصر لرمضان، وعندي فيلم سينما فور شور مديت عليه، وعندي سكريبت عم بقريه، وان شاء الله يمشي الحال يعني.